اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا وعلمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، وقفنا ببابك سائلين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.